يا شيخ، عندنا في الحي شخص يؤذن مثل أذان الحرم. إيش؟ يؤذن مثل أذان الحرم. إي نعم. بتمطيطه، فبعض طلبة العلم قال إنه ما يجوز الترديد خلفه. ما يجوز إيش؟ الترديد خلفه، متابعة الأذان معه. إي. والله لا أستطيع أن أقول لك شيئا. لو قلت لك هذا أذان غير صحيح، معناه أننا أبطلنا أذان الحرمين. نعم. وإن قلت إنه صحيح فأنا ما أستطيع أيضا، لأن العلماء يقولون رحمه الله يكره التلحين في الأذان كراهة فقط، ولم يقولوا إن هذا يبطل الأذان، وعليه فنقول تابعه ولا حرج عليك.